السلام عليكم. صافي كنظن باللي عرفت الطوموبيل من خلال السينيماتيك. دونك المهم معنا كودياك غوسيلي. معنى ديال غوسيلي يعني طوموبيل كيعملوا واحد لا ميزاجور صغيره عليها، يعني كيبدلوا شي حوايج صغارين قبل ما يخرج موديل جديد ديال كودياك، يعني كيعدلوا واحد التحسينات. هذه هي المعنى ديال غوسيلي. وبالنسبه للناس اللي ما كتعرفش الكودياك، كودياك هي بحال نقول لك الاوت غام ديال سكودا، يعني كات كاتات الواعرين اللي عند سكودا، يعني احسن ما عند سكودا هي الكودياك. وكاين كاروك اللي صغيره عليها شي حاجه. بالنسبه للفينيسيون اللي معنا، فينيسيون بيزنس يعني عامره، كيجيو فيها فاروس او لا لي فو ديالها فول ليد. واحد الحاجه كتميز بها سكودا في لي فو افون ديالها هو الليد، يعني عندهم بحال واحد الا دي ان يعني كيعملوه في لي فواتور ديالهم كاملين، يعني صغيره وسينا طالع، يعني اون فوا كتشوف فارو كتعرف بلي سكودا. هذه حاجه واعره بحال نقول لك الا دي ان ديال سكودا. المهم يعني فاروس كديزاين واعره صراحه. وعندو جوج دابا نشوفو يعني لا كالوندر كرومي معروفه ديال سكودا، كاينه في سكودا كاملين، يعني كروماج عندها في الجناب ديالها صراحه جات واعره. خصك تشوفها قدامك. واحد الحاجه يعني كودياك كتبان كبيره، دابا خلينا من التصوير وكذا، الا وقفتي قدام راه كتبان كبيره. ولا لاحظتوا كاينه شحال هاد الرانج روفر هنا؟ انا ما عرفتش كيفاش، ولكن كتشبه من الرانج، كاينه شي حاجه د الرانج. المهم قولوا الى بالكم الشابه، انا كيبان لي الشابه خصوصا واحد كوتي. دابا غنصور لكم واحد بارتي يعني من الجناب، انا نرجع شويه لوري باش تشوفوا تفهموني. شوف الروايد كبارين صراحه، يعني 19 صراحه كبيره، طوموبيل كبيره بكل معنى كلمه. اصلا راه كما قلنا راه الاوت غام ديال كات كات ديال سكودا، الومنيوم 19 بوز، ديزاين واعر بعدا في ليجوند صراحه. واللي واعر في باغ شوك ديال سكودا كاين دي زونتري دير، وماشي فيك يعني ماشي مزيفين، يعني شي حاجه بصح حنا غنشوفوهم دابا هنايا. يعني كاين واحد الايروديناميك واعر، يعني هادو واحد السيبول ملي كتكون سينا ماشي مأكسيليغي، يعني ب 150 100 المهم ما كننصحش بتفوت، ولكن المهم 120، ولكن المهم انا كنبغي نقول لك شنو كاين. لي زونتري دير في باغ شوك كاين، يعني طوموبيلات ديال بي ام مرسيدس كتجبر عاملين فيك كما كتشوفوا، يعني سينيال اون فوا كتشعل السينيال كيطفى الليد وكيشعل في عطو السينيال. صراحه عملوا فيها دي تخيك اليوم واعرين وعادي، باسكو هادي كيما كنقول لكم الاوت غام ديال كات كات ديال سكودا. هادي حاجه نورمال، ديزاين واعر متسقون، يعني معروفه اصلا سكودا معروفه واحد الحاجه شنو هي، هي انها ستيفاتور لي اونيك، باسكو ماشي كلشي كيمشي ليله غير الناس اللي كتفهم. اوكي بالنسبه للبيرفورمانس ديالها ولا موتور شنو كاين فيه. المهم عندك الضريبه 1500 درهم، هادي ما نذكروش فيها طومر كبيره. موتور 2 لتر تي دي اي فيه 150 ديال الخيل. اوكي نكملوا دابا شويه يعني نهضروا على الديزاين، ابخي نكملوا بيرفورمانس نشوفوا الموتور شنو فيه. كما كتشوفوا هذا باغ شوك يعني ديالها، كما كتشوفوا الديزاين ديالو، ديزاين لي سامبل اي سافا مزيان. بالنسبه لي ريتروفيزور اكستيريور كما كتشوف فيهم السينيال، وعادك شوفوا من فوقي وريغلاب الكتريك صراحه، يعني شوفوا معنا ديالهم، يعني الا كنتي ماشي وكانت الشاكه تطيح وضبط لك المرايا، يعني كتسخن المرايا باش كيهود ديك الماء وكتبقى تشوف سينيال، يعني ما كتحتاجش تدخل سينا تمسح مثلا مرايا ولا شي حاجه، هي كتكلف. لاغيير ديال الكودياك وصراحه كولور واعر، هذا الرمادي هذا الرمادي هذا توب دو توب، يعني كيبان لي احسن كولور. بالنسبه للفاروس ديالها حتى هما يعني لاغيير حتى هما فول ليد، وكما كتلاحظوا الديزاين ديالهم واعر، ما عندي ما نقول على الديزاين، يعني ولا دي ان ديال سكودا حاضر، لا دي ان ديال سكودا حاضر. اوكي ثم عاد تشوفوا في قايله ضربه في هذا الكولور، شوف قايله مي كضرب في هذا الكولور هذا كيفاش كترجع صراحه، ما عندي ما نقول، احسن كولور كيبان لي انا تقدر يديه لواحد. المهم فيها لي غادار، فيها كاميرا دريكيل، حنا غنشوفوها دابا معنا هنايا. المهم ها هي كاين واحد لك لي غاش تما، كيما قلت لكم فيها بزاف الحوايج واعرين، منهم السينيال اللي هو دي فيلمو اللي هو واحد الحاجه واعره. اوكي ندوزو للانتيغيور نشوفو شنو كاين. كيما كتشوفو فورما كبيره، كيما قلت لكم طوموبيل كبيره وحاجه واعره في الانتيغيور. الجوده ديالاش ديال لي ماتيريو المواد المستعمله اللي كاينين في سكودا بعدا توب دو توب صراحه، في ما نزلت يدك يعني كلشي سوفت ماتيريو كاين كوير صراحه، طوموبيل كتستاهل. بالنسبه لي زوبسيون كاينين بزاف، وخليك معنا باش تعرف شنو كاين. بالنسبه للديزاين ديال الباب
يعني كيبان واحد الشكل اللي هو من كلاس وعادك خاتيك وفيه دي سوفت ماتيريو مع الجلد والكانتارا وعاد دي سوفت ماتيريو يعني شي كامل اللي خاصك وعاد الديزاين هذا يعني كرومي جا واحد الشكل واعر كيعطي واحد لوميير دوبيونس فوقي وكروماج في بواني الكانتارا وكوير اللي كتعمل يدك وعادك يعني بغيتي تفتح كور كاين واحد البوطون تما وبيفان وعاد كاين واحد الحاجه واعره كاينه في السكودات كاملين حنايا نشوفوها هي هذه مضل طرابلوي يعني كاين واحد الرونجمون يعني كانت شتا الصراحه السكوده معروفه بالطوموبيل كتكون دائما براتيك يعني كيهتموا بهذا الكوتي هذا يعني ميم سي تكون ماتيو دو لوكس وكذا تكون طوموبيل يعني واعره ولكن كيخليو لك كوتي براتيك دائما بالنسبه للكودوار كوير وعاد فيها واحد الاسباس اللي هي كبيره وكاين بزاف ديال لي رونجمون هنايا يعني على حسب شني بغيتي زينا كما كتشوفوا يعني عندها فرا الكتريك فيها بزاف ديال لي زوبسيون حنايا نشوفوا اوكي فولون كيجي 3 برونش طبعا فيه كوير مولتي فونكسيون فيه لي باليت او فولون كاين كوكبيت ديجيتال كوكبيت اللي كيعطيك لي زانفو كاملين تقدر يعني كيوريك كلشي معروف عند سكودا اللي شفنا في سوبر اوسي انتيريور ديزاين ما عندي مانكو لا فيه دي سوس ماتيريو كلين صراحه واحد ديزاين اللي نقي كلشي مخدوم يعني بواحد الدقه اون بليس دو سا يعني ليسباس انكرويابل ديزاين سامبل ولكن واعر وكلاس او ميم طون كاين دي سوفت وكاين كوير يعني سوفت ماتيريو كاين كوير ما عندي ما نقول الديزاين بالنسبه لابواط فيتاس يعني دي اس جي 7 رابور فيها 7 ديال لي رابور ديماراج سون كلي بيان سور يعني ديماراج غيكون سون كلي وكليماتيزاسيون اوتوماتيك معروفه بيزون وعادك يعني فيها الاير كير معروفه عند سكودا يعني واحد الفلتر زايد باش كيكون الهواء نقي كثر لي سياج يعني كاملين كوير وصراحه يعني كي سوبورتي واك يعني لو كنتي داخل في فيراج وميموار يعني كاملين يعني كما قلت لكم الكتريك كتحكم في كل شيء وفيها ميموار يعني تقدر تسجل الجلسه ديالك الى عطيتي عن شي واحد كديزاين ككاليتي توا بانوراميك هو يعني واعر و اوفرون يعني راه كيتفتح و كيما كتشوفوا يعني حتى الناس اللي جالسين لاوري يعني كيوصل لهم و حتى كاس هاد لاوري حتى هما كوير وكاين واحد ليسباس انكرويابل بعد ليسباس توب فولون سبور وكعد يعني كاين فيه لي باليت يعني بليس هما الا بغيتي تبدل يعني هنا يعني هما لي باليت ا بليس اها نشوفوا موا ثاني كاين موا هنايا يعني صراحه فيها هذاك الشيء كامل اللي كخصك كوير لي سون واعره فيني سون بيزنس اللي معنا دابا اوكي بالنسبه لتوا اوفرون اللي قلت لكم ها هو صح يا كلشي وحتى لا كاليتي ديال لي رونجمون يعني مزيانه يعني عامل لك فحال واحد دي سوفت شويه يعني باش ما تكربش شي حاجه ديالك الا بغيتي تعمل زعما كوير هنايا كما لكم الكانتارا في الحاشيه المهم كما كتعرفوا كلشي باين واقيلا دي سوفت ماتيريو فوقي كاين كي دي سوفت ماتيريو واني كروماج واحد ديزاين اللي جا مزيون مع الضف يعني لاحظتو جا فحال باء حرف باء ليسباس كاين كاين بزاف وعاد كليماتيزي يعني تقدر تسبب فيه شي حاجه يعني تقدر يبرده كما كتلاحظوا كليما جات كتبان فولفو في هاد البارتي هادي يلا لاحظتوا فولفو كيعملوا حتى هما هاد القضيه هادي جات كتشبه شويه فولفو ليكرون ديال سكودا العملاقه صراحه كبيره فيها معلومات كاملين اللي كخصك كما كتعرفوا يعني سكودا كاملين عندهم نفس لي زوبسيون مي هادي يعني فيها دي تريك اللي هما شويه زايدين ابار سا يعني في واحد الاوبسيون اللي واعر نسيت ما قلت لكم شي كاين حتى في سوبر فيديو سوبر كنت ما قلتها شي ديال الاشارات يعني بالاشارات تقدر تقلب تقدر بزاف د الحوايج يعني بلا ما تحدي ليكرون يعني بالاشارات هي كتستجب لك اوكي ابار سا يعني نتوما عارفين يعني في حاله فحال الاخرين كاملين بحال السكودات الاخرين بالنسبه للخلف ديال السياره يعني باقا الجوده وباقي بزاف د الحوايج واعرين هاتي الدراقة ديال الشمس خاص تعرف بلي طوموبيل كلاس كيما قلت لكم ماشي الهضرة وكاين واحد ليسباس اللي هو كبير اصاحبي ليسباس اللي هو كبير وهاد الحاجة واعرة بزاف صراحة يعني كتحس براسك منعرف فين جالس اصاحبي
تقدر تنعس هنا. مهم مهم كليماتيزي وعاد بغيتي تشارجي التليفون ديالك لي رونجمون لا كاليتي توا دونك كنظن بلي ما بقى والو. لي سيج تاهما كوير اكودوار فيها يعني لي غوبلي بغيتي تستعمل وكبيره واتساع صراحه ما عندي ما نقول يعني كنظن بلي نتوما كتشوف. بالنسبه للفوليوم ديال الكوفر الكوفر ديال الكودياك كيجي فيه 835 لتر ويقدر يوصل حتى 2065 لتر الى طيحتي الكراسه. والحاجه اللي واعره فيه انه كيجي بلا وفيه سيمبلي كلافر اللي هما هادو اللي كتشوفوا معنا. تقدر تعلق الحوايج اللي بغيتي وتقدر كاين لي رونجمون كاين فيه الضو يعني ليكليراج حنا نشوفوه دابا وكاين فولت يعني بغيتي ماشي بريز ولا شي حاجه وكاين كيما قلت لكم ليكليراج وكاين السمطات اللي بغيتي تزي على شي حاجه. المهم كاين كلشي اللي كيخصك كامل صراحه اوفر يعني براتيك 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 يعني ابار ان ناسيون فاتور دو ليكس وكدا يعني براتيك وداكشي اللي بغيتي كامل فيه. اوكي دابا شوفوا الثمن ديالها شحال. المهم هذه فينيسيون بيزنس عامره كتعمل 43 مليون ما تقدر تكون قال على حسب لي بروموسيون اللي كتعمل سكودا. اوكي نبداو الاثمنه من لونتري دو جام اللي هي اكتيف بلس كتكون ب 34 مليون وكتجي موراها امبيسيون اللي كتكون ب 38 مليون وكيجي موراها بيزنس اللي شفنا اليوم ب 43 مليون. كنتمنى نكون وصلت لكم واخا شويه ديال لي زانفورماسيون على كودياك. ومهم الا كان خاصكم شي طوموبيل نجيبها اكتبوا لي في لي كومونتير باش نعرف شمن طوموبيل بغيتو. دابا واقيلا نقدر نقول لكم السلام عليكم. السلام عليكم.